الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. نشكر المعلمين اللي وقفوا معايا والإطار التربوي وساهموا في تحقيق النجاح بتاعي والطموح بتاعي. زيد نشكر باوما خاطرهم عاونوني وقدموا لي المساعدة وأحطوا بالرعاية. كذلك نحب نوجه نصيحة لكل اللي باش يجتاز مناظرة السيزيام إنه لازم يجتهد ويثابر أول العام باش قلت انت الاعداد نتاعك معناتها تبارك الله معناتها متميزه بالعكس معناتها كانت معناتها تفوق في جميع المواد. شنو هو السر في هذا الكل؟ شنو عملت بالضبط على امتداد 6 سنوات؟ لازمك تخدم اجور كل يوم معناها كما نقولوا لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. لازمك الخدمه ما تخليش تراكم ما تخليش الاخر وقت. معناها لازمك كل يوم المفروض تنحي حاجة تنقص عبء من أعباء مناظرة السيزيان. المعدل في اللغة العربية متميز ذكرني به قداش؟ 19. معناتها ثم سر ولا؟ شنو السر يا ياسين؟ الاجتهاد والمثابرة والمداومة على اللغة العربية. كيف كيف القراية هي غرام ماشي زادك المطالعة كانت وسيلة معناها باش تساهم في تحقيق نتائج العدد. به قل لي ياسين شنو هي طموحاتك انت اليوم؟ معناتها صاحب افضل معدل لسنة 2023 اكيد راك تفكر معناتها باش تكمل قرايتك وتوصل للباك وتكمل معناتها حتى لين توصل الماستر والدكتوراه. شنو في نهار من النهارات تطمح باش تكون؟ نحب نطلع نخدم في النازا. في النازا مهم جدا. مال العدد نتاعك في العلوم ممتازة نو؟ قديش خذيت في الرياضيات؟ 20. وفي الإيقاف؟ 19-25. ما شاء الله. قل وفي علاقة بالدراسة قلت لي رو نشكر الإطار التربوي هو متاع السنة السادسة ولا الإطار الكل؟ إطار الكل من السنة أولى للسنة السادسة. نشكرهم الكل خاطر هم الكل وقفوا معايا وعاونوني. بالمناسبة نحن نشكر أصحابي وبالأخص صديقي أحمد بريش وإياد التبربي وكمال الكوكي نخصهم بالشكر خاطرهم معناها تمكنوا باش يلتحقوا كذلك صديقي أسامة المنوبي نشكرهم على مثابرتهم واجتهادهم طوال السنة الدراسية باش حققوا المبتغى نتاعهم يلتحقوا بالمدارس الإعدادية النموذجية. معلمتي من السنة أولى للسنة السادسة ستي جميلة بن أحمد وستي ابتهال ستي نادي ستي كوثر ستي هاجر سيدي صابر سيدي محمد سيدي خميس ستي انتصار كذلك ستي نجوى نخصها بالشكر وستي عائشة مكافة الإطار التربوي وسيد المدير السابق علي شفرود كذلك المدير الجديد سي بلجاسم. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.